صباح الخير. يحمل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الكثير في جعبته، خاصة وأن موقف الجزائر في هذه الأزمة أو انقلاب النيجر، انقلاب العسكري الذي حدث هناك، كانت الجزائر واضحة جدا بعدد من المواقف المتتالية والتي تندرج ضمن سياستها ونهجها الدبلوماسي الراسخ والثابت، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في شؤون الدول، ثانيا احترام الشرعية الدستورية ومبدأ سيادة القانون، وثالثا عدم التدخل أو رفض أي تدخل عسكري قد تنجم عنه يعني المنطقة ككل ستنجر إلى عواقب وخيمة، خاصة الجزائر. يعني كل هذه الخطوات المتتالية، واليوم وزير الخارجية أحمد عطاف في زيارة إلى واشنطن، هنالك يلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، وستكون العديد من اللفت. في بيان وزارة الخارجية لقد كان فضفاضا واسعا، لم يحمل كثير من المعاني والدلالات سوى ربما تعاون اقتصادي وتعاون سياسي، وأيضا لكن ما يمكن أن نحمله أو نضع تحته سطرا هو التقاء وزير الخارجية مع مسؤولين رفيعي المستوى مع مجلس الأمن القومي الأمريكي. بالتالي هنا هذه دلالة كبيرة على أن الجزائر ستتباحث في هذه النقطة، خاصة وأن العالم ككل يتحدث حول الانقلاب العسكري الذي يحدث في النيجر. هذه الدولة التي توصف بالفقيرة لكنها غنية بالثروات، خاصة الذهب وبصفة أكثر اليورانيوم، لأن مصالح الاتحاد الأوروبي وبصفة أخص فرنسا ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية مهددة، خاصة في ظل الحصار الذي تمارسه روسيا في هذه الحرب الإقليمية الدولية أيضا في أوكرانيا، وقطع يعني شرايين الغاز ممكن أيضا تكون خطوة بكثير من المعاني قد تكون لروسيا يد فيها، لا سيما أن كان هناك مشروع مهم جدا وحيوي لنقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر ثم الجزائر ومنها مرورا إلى إيطاليا، وإيطاليا ستكون بوابة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالغاز. بالتالي النيجر الآن هي محطة للأنظار، وموقف الجزائر يعني واضح جدا، يعني خاصة كان في بدايته العودة إلى الشرعية ثم بعدها العودة إلى الشرعية لكن بطرق سلمية بالابتعاد عن كل أوجه التدخل العسكري في هذه المنطقة، لأن من سيتضرر بالدرجة الأولى هي الجزائر، نظرا لأنها ربما الدولة الأكثر استقرارا وربما ازدهارا اقتصاديا في هذه المنطقة ككل، شمال إفريقيا وغرب إفريقيا. ولا ننسى بأن هناك تهديدات سواء من منظمة إكواس أو من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا، والكل يلوح بالتدخل العسكري، لكن الكل بعيد عن مجريات الأحداث، وستكون هناك عواقب وخيمة سيما مع يعني إعلان كل من غينيا ومالي وبوركينا فاسو عرفت هذا التدخل. بالتالي إن المنطقة ككل ستكون على موعد مع حرب دولية. طيب يعني في كريم، يعني إذا كان هذا هو الموقف الرسمي الجزائري، فماذا عن الموقف الشعبي أيضا حيال ما يجري في الجارة الجنوبية النيجر، وما إذا كان هناك حالة نزوح أو هجرة من النيجر إلى الجزائر؟ الجزائر تعاني منذ العديد من السنوات من جرائر هذه الانقلابات العسكرية المتتالية، ليس فقط في النيجر وإنما في العدد من الدول، خاصة في مالي وبوركينا فاسو وغيرها. لو كنا الآن في العديد من الشوارع الجزائرية ستجد العشرات من الآلاف من النازحين، وهذا رغم حائط الصد الكبير الذي تقوم به أو يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني والشرطة الحدود وغيرها من يعني منع هؤلاء أو قوافل المهاجرين في رحلات موت، ليس فقط عبر قوارب الموت من عبر البحر الأبيض المتوسط، لكن هناك بحر آخر في الصحراء، لأن قطع كل هذه المسافة مع المنع وغيرها دون ماء دون الكثير منهم ربما يصل عشرات الآلاف ولكن مئات الآلاف قد يقضون وهم يحاولون الوصول. هذا من ناحية النازحين. هناك تعاطف مثل ما تكلمت عن ربما سؤالك يتحدث عن الموقف الشعبي، هناك تعاطف شعبي
مع الشعب في النيجر وكل الشعوب المضطهدة، لا سيما وأن النيجر رابع أكبر دولة موردة لليورانيوم. اليورانيوم هذا الذي يعني يشغل المولدات أو محطات النووية في فرنسا بواقع 75%. تخيل أن الآن الشعب النيجيري فقير ولا تدفع فرنسا سوى 5% فقط من مجمل الأموال التي تأخذها من هذا اليورانيوم، يعني منذ الستينات القرن الماضي وهي يعني تمتص ثرواته. بالتالي كل ما يتعلق بفرنسا، الشعب الجزائري، نتكلم حول الموقف الشعبي، الشعب الجزائري ضد هذه المصالح ويريد أن يقطع دابر فرنسا من كل المنطقة ككل، خاصة منطقة غرب إفريقيا، لأن فرنسا لو نتحدث هي بلد استعماري لكنه يمتص الدماء حتى بعد الاستقلال، وتجارب مريرة مرت بها الجزائر من هذا الاستعمار وولايته. والآن يعني لازلنا نرى بأن يعني هذا الاستعمار لازال موجودا في عدد من الدول خاصة في غرب إفريقيا، ومصالح كثيرة تدور، وفرنسا قالت بأن لن تسمح بها بقطع مصالحها، ولكن في نهاية المطاف لازالت هذه الأزمة تلقي بذرالها، والكثير من التطورات ستكون في الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك كريم قندولي مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر العاصمة.